كتبت الناشطة النسوية وأيضا المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في فلسطين سامع عويضة، تقول بأن الفيديوهات والبيانات التي يتم نشرها على بعض صفحات الفيسبوك وتسيء إلى المراكز النسوية والناشطات النسويات غير صحيحة. تقول: نعم، عملنا منذ سنوات وما زلنا نعمل مع وزارة التربية والتعليم لإدخال ثقافة مناهضة لتزويج الصغيرات حماية لهن ولأسرهن من المخاطر الصحية وما يترتب على زواج الصغيرة من عدم تمكينها من مواجهة صعوبات الحياة. تقول أيضا: ولم نتطرق إلى إباحة الممارسة الجنسية أو التشجيع على المثلية كما يدعون، ولم نحتج على خلق الله تعالى، ووزارة التربية والتعليم والمرشدين والمرشدات العاملين في المدارس ليسوا أغبياء أو كفرة حتى يشاركوا بما تدعي هذه الجهات. ما نواجهه من تحديات كمجتمع فلسطيني يتطلب التكاتف لا نشر الفتنة وافتعال اقتتال الداخلي. لا تكتفوا بما قيل ويقال عن الدليل التدريبي، بل اطلبوا أن تتطلعوا عليه لتكتشفوا ما يحاك من مؤامرات، وبعد ذلك أنتم مطالبون بإسكات هذه الأصوات الخبيثة. لمزيد من التفاصيل تنضم لنا على الخط أو عبر الخط الهاتفي المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في فلسطين السيدة سامة عويضة. أستاذة سامة، صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور لك ولكل المستمعات والمستمعين. تحياتي لك. ما الذي يحدث حقيقة؟ تحدثت بما معناه عن هجمة على المراكز النسوية والناشطات النسويات بشكل عام، فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه على صفحات الفيسبوك للأسف عماله انتشر، يعني قعد لفترة ينشروا بعض المقولات المقتضبة عن أنه مركز الدراسات النسوية، وذكرت أنا بالأسهم وذكرت بعض الزميلات بالأسهم أيضا، نعمل على تخريب المجتمع من خلال أنه إحنا بنمنع تزويج الصغيرات ومنطالب بأنه الصغيرات يمارسوا الزنا من غير زواج، وهذا طبعا عيب ينحكى حتى هذا الحكي. ونحكى أيضا على أنه إحنا مع التشجيع المثلية ومع إلى آخره. هذه كلها طبعا يعني مقولات لا يمكن أنها تكون صحيحة لأي حدا بيعرف مركز الدراسات النسوية وبيعرف تاريخه وبيعرف تاريخنا كمناضلات. بالإضافة لذلك هدول البرنامجين صلنا بنعمل عليهم عدة سنوات مع وزارة التربية والتعليم. ممكن تعطينا توضيح عنهم؟ شو هم هدول البرامج؟ يعني عندنا برنامج الأول هو برنامج مناهضة تزويج الطفلات، اللي احنا عملنا فيه دراسات حول الأثار الاجتماعية والنفسية والصحية على تزويج الصغيرة، وبناء عليه اتفقنا مع وزارة التربية والتعليم على تطوير هذا البرنامج اللي من خلاله بنوعي الطلاب الذكور والإناث على أضرار تزويج الصغيرات، وأيضا نشتغل مع الأهالي. طبعا احنا كمركز دراسات جهزنا كل الدليل التدريبي واتفقنا على المضمون مع وزارة التربية والتعليم، وصدر الدليل بأسمنا وبأسم وزارة التربية والتعليم وعليه شعار مركز الدراسات وشعار وزارة التربية والتعليم، وبتم تدريسه في المدارس من خلال المرشدين والمرشدات الاجتماعيين اللي بتم تدريبهم. الفكرة بتقول إنه صحيح إحنا بنخلق ذكور وإناث وعندنا هوية بيولوجية ثابتة أيضا، وهذه لا اعتراض عليها، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. الذكور وظيفتهم الإخصاب والإناث وظيفتهم الحمل والولادة والرضاعة، ولكن المجتمع أعطانا هويات مجتمعية بناء عليها بتصرف، وهي الهويات مش بالضرورة صحيحة. مثلا إنه يقال إنه الرجل للعمل والمرأة للبيت. اليوم الإحصائيات بتشير على إنه نسبة الفقر ترتفع في الأسر التي تعيلها امرأة، لأنه في أسر كتير بتصفي تعيلها الامرأة والامرأة غير مهيئة للإعالة. لا مجتمع مهيئ ولا هي مهيئة، وبالتالي هاي من الأسباب اللي طرحناها بالدليل ليش مش لازم نقبل بالهوية المجتمعية وليس الهوية البيولوجية. أكدنا إنه الهوية البيولوجية هوية مقدسة، هذه هيك خلقنا الله وخلقنا حتى تستمر البشرية، ولكن إحنا بنرفض الهوية المجتمعية اللي بتخلقها المجتمعات وبتصنف فيها إيش مسموح لنا نعمل وإيش مش مسموح لنا، وليس لها علاقة بالدين بتاتا، وليس لها علاقة
رفض ما يخلقه بين الله. هلا احنا بنقول انه اليوم التزويج المبكر مش بس المخاطر اقتصاديه، في مخاطر بيولوجيه اثبتها الطب، انه البنات الصغار غير مستعدات للحمل والولاده والرضاعه، وكلنا بنعرف انه في العديد من الصغيرات اللي اصيبوا بحالات نزيف، وفي منهم بعد الحمل الاول بطلت تخلف بعد الاجهاض الاول، واضطر يتجوز جوزها واحدة تانية عشان تخلف. قضايا كتير، قضايا كتير صحية اسأل الأطباء بحكولك عنها، لأنه جسم الطفلة غير جاهز للحمل والولادة. بالتالي إحنا هذا ما حذرنا منه، أنه خليها أعطوها فرصة حتى يكتمل بناء جسمها، أعطوها فرصة حتى تكون جاهزة أنها تكون أم، أعطوها فرصة حتى تكون جاهزة مجتمعيا. إحنا بنقول اليوم، يعني انت شفتي في أزمة الكورونا، في أزمة الكورونا تحول التعليم بفترة من الفترات إلى التعليم من البيت، صح؟ وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأمهات الطفلات اللي لسه لا فهموا شو هي وسائل التواصل الاجتماعي ولا بيقدروا يدرسوا أولادهم، كيف فكرك قضوا هاي الفترة؟ قديش كانت صعبة عليهم إنهم يدرسوا أطفالهم من البيت وهم نفسهم غير متعلمات وغير جاهزات وما يقدروش يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي الفكرة هي هذا هو البرنامج الأول. البرنامج الثاني هو حول التحرش الجنسي، واللي احنا عملنا دراسة إلى أي مدى ممكن يتعرضوا طلاب وطالبات يعني بعمر الطفولة والمراهقة لتحرش جنسي، ولقينا كثير من الحالات اللي حكت إنها بتتعرض ولكن مش فاهمة شو اللي بتتعرض له وبتخاف تحكي عن الموضوع. عرضنا نتائج الدراسة على وزارة التربية والتعليم، وبناء عليها اشتغلنا على تطوير دليل أيضا للمرشدين والمرشدات ببرنامج أمان، اللي المرشد والمرشدة يتطرقوا لهذا الموضوع مع الطلاب ومع الطالبات، شو هو التحرش الجنسي وكيف ممكن يصير وكيف ممكن الواحد يحمي حاله من التحرش الجنسي وما يوقعش فريسة لهذا التحرش، وفي حال تعرض للتحرش الجنسي إيش ممكن يسوي. كثير من المرشدين والمرشدات قالوا لنا إنه بعد ما بدأوا في هذا البرنامج غرفهم، غرفة المرشد كانت تيجي كل يوم مراجعين من الطلاب والطالبات اللي يحكوا في قصص تعرضوا إلها. بالتالي الموضوع هو موضوع حماية الأولاد والبنات من قضايا التحرش الجنسي. في مجتمع محافظ لما بيتعرض في الطفل أو الطفلة لهيك تحرش بخافوا يحكوا عنه، حتى أحيانا بخافوا يحكوا لأهلهم لأنه أهلهم ممكن ما يستوعبوش. هاي هي البرامج اللي اشتغلنا عليها. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني ما حدث بعد ذلك انه فجأة منلاقي في هجمة علينا زي ما قلت لك على صفحات الفيسبوك، انه احنا معترضين على خلق الله تعالى، انه خلقنا ذكور وإناث وهذا مش صحيح. احنا قلنا انه هذه هوية ثابتة خلقنا فيها الله حتى نستطيع انه تستمر الحياة، يكون في انجاب ويكون في حمل وولادة والى اخره. احنا لم نعترض على خلق الله تعالى ولم نعترض على الهوية البيولوجية، ولكن احنا اعترضنا على المفاهيم المجتمعية اللي بتقيد البنات وبتحرمهم من التعليم وبتخليهم يتزوجوا بعمر مبكر. الهجمة كمان بتقول انه احنا بنشجع الاولاد والبنات على ممارسة اخلاقيات غير مقبولة في مجتمعنا، بالعكس احنا بنحميهم من التحرش الجنسي. هذه الهجمه غير مبرره نهائيا، ولاي حدا يطلع على الدليل بشوف انه الحكي اللي بنحكى مش صحيح. تمام. لكن هو ليش عم بيصير؟ معلش اسمحيلي، عم بيصير لانه الفئه الاضعف في المجتمع للاسف في مجتمعاتنا هي النساء، والفئه الاضعف هي المنظمات النسويه ما بين المنظمات ككل. ولما في جهه سياسيه بدها تفرض حالها على انها هي الخايفه على المجتمع وبدها تعمل لحالها دعاية، أهون إشي عليها تهاجمها النساء وتهاجم النسويات لتعلن بأنه هي ما شاء الله الجهة القادرة على حماية المجتمع. بالتالي هو صراع سياسي إحنا يتم استخدامنا فيه، وأنا بقول لكل صوت بيحترم هذا المجتمع ولكل صوت بيحترم أمه وبيحترم أخته يرفض هذا الحكي ويقول ورجونا يا عمي، ورجونا الدليل. وإحنا هاي الدليل موجود مع كل مرشدين المرشدات الاجتماعيين في المدارس، اطلعوا على الدليل وشوفوا بعينكم إنه ما يتم الافتراء به غير صحيح، وإنه هذا صراع سياسي استخدمنا فيه للأسف. لكن كما فهمت أيضا أستاذة سما بأنه وزارة التربية أوقفت هذه البرامج؟ نعم، لأنه صار في توجهات مسيرات على أبواب مديريات التربية والتعليم في العديد من المناطق ومطالبة مديريات التربية والتعليم بوقف البرنامج.
كان لنا لقاء مع وزارة التربية والتعليم، والوزارة أكدت أنه توقيفه مؤقتا قبل ما يصير في توضيح للموضوع، ومن ثم راح يرجعوا يباشروا في العمل عليه. وأنا من هون كمان يعني بأكد أنه وزارة التربية والتعليم أكدوا لنا أنه هذا التوقيف مؤقت، لأنهم قالوا أنهم هم مقتنعين في هدول البرنامجين، وفي عندهم قصص نجاح كتير صارت مع الطلبة اللي حكوا عن قصصهم وقدروا يستفيدوا من هاي البرامج. ولكن مع هاي الهبة المعاكسة والمضادة للوزارة وللمديريات التربية والتعليم، اضطروا أن يوقفوا مؤقتا إلى حد أنهم يقدروا ينشروا الحقيقة ويسكتوا هاي الأصوات. نعم. وأنتم في يعني المراكز النسوية بشكل عام، ما هي خطواتكم القادمة؟ إحنا خطواتنا القادمة الحقيقة يعني إحنا كان في اجتماع للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قبل 3 أيام، واجتمعت فيه منظمات النسوية من كل المناطق، من حتى من غزة والضفة، واتفقنا على إنه موقفنا هو الضغط من أجل استمرار العمل بهذه البرامج، لأنه هذا إذا فعلا تم توقيفهم معناته إحنا عمالنا بنواجه تهديد بأنه كل برامجنا كمنظمات نسوية تتوقف. اليوم سيصدر بيان موقع من القوى الوطنية ومن المنظمات الأهلية لإخراس هذه الأصوات، وتأكيد على أنه هدول البرنامجين لا يسيئوا إلى المجتمع الفلسطيني، بل على العكس. وراح يكون في تصعيد من قبل المنظمات الأهلية للضغط أيضا على وزارة التربية والتعليم وعلى الحكومة، من أجل أنها ما تأخذ مواقف تؤكد أو تساهم في هذه الهجمة بقدر ما تكون هي مضادة لهذه الهجمة. شكرا. يعني إحنا كمان توجهنا للنائب العام، والنائب العام أكد أنه سيقف معنا في هذا الموضوع، نستنى إجراءات من النائب العام. أنا تقدمت بشكوى شخصية لنيابة الجرائم الإلكترونية، وعدوا أيضا أنهم يتخذوا إجراءات. بالتالي يعني إحنا ماشيين ولن نستسلم، وسنستمر في عملنا، لأنه إحنا مؤمنين فيه، ومؤمنين بأنه ومؤمنات بأنه إحنا نعمل لصالح هذا المجتمع. أشكرك سيدة سامع وضع على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك، المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية في فلسطين، تحياتي.